اخواني في الله، السلام عليكم ورحمه الله. هذا الفيديو غادي نخصه ان شاء الله لزراعه الشمندر، لان كثير من المتابعين ديالنا خصوصا من منطقه الغرب تيسولونا وتيطرحوا ديما هذا السؤال هذا، واش زراعه الشمندر واش مربحه او غير مربحه. انا في رايي الشخصي هي غير مربحه. علاش؟ لان كثير من الاسباب اللي تجعلني نذكر هذه القضيه هذه ونأكد على ان زراعه الشمندر غير مربحه. سولنا الكثير من الفلاحين وكثير من المزارعين لانه فات لهم سبق فلحوا زراعه الشمندر ولكن ما تيربحوا شي حاجه قليله او ما تيربحوا والو. وعلى سبيل المثال العام اللي فات الوزين ديال بلقصيري، وخا ان الفلاحين تجمعهم كونترا باتفاقيه مسبقه مع الوزين باش يستقبل المنتوج ديالهم، الا انهم سمحوا للناس في المنتوج ديال الشمندر في الارض ديالهم، داروا شي حلول ترقيعيه ماشي في صالح الفلاح، والفلاح مسكين ضاع. اما الشمندر ديالو كلاتو غير الكسيبه، ولا سمحوا فيه اللي ما عنده كسيبه سمح فيه غير في الارض بحال هكاك حتى تحرط مع الارض. ولهذا زراعه الشمندر فهي غير مربحه من البدايه، وماشي غير اليوم، هذه شحال وهي هذه الزراعه هذه غير مربحه، لان الوزين غير ما تيبين الفلاح والو. الوزين تيدي المنتوج ديال الشمندر وتيوزن بوحدو وتيحسب بوحدو وتيخرج اللي بغى بوحدو، اذا الفلاح ما تيعرف حتى شي حاجه في هذه العمليه ديال الانتاج من غير انه تيجيب الزريعه تيحرط ليها الارض وتيزرعها، ما تيعرف حتى شي حاجه في هذه العمليه. اذا المراحل كامله غير واضحه ما بين الفلاح وما بين اللوزين، اذا زراعه غير مربحه. الشمندر زراعه غير مربحه، انا تنأكد لكم الفلاحه من الاحسن بعده من هذه الزراعه هذه، لانها غير مربحه. واخا ديروها العام والعام اللي فات العام الجاي ما غادي تربح فيه حتى شي حاجه. لهذا تنصحكم الفلاحه خصوصا ديال منطقه الغرب يبعدوا من هذه الزراعه هذه. كاين زراعات اخرى مربحه ويبعدوا منه نهائيا. وهانتم هتشوفوا هذا العام هذا ديال 2021 غتشوفوا النتيجه. احنا غادي نتبعوا ماشي فلاحه وغادي نتبعوا بطريقه خاصه، ومن البدايه ديال التقليع او النقل ديال المنتوج ديال الشمندر الى وصوله الى المعمل، وغادي نشوفوا الارباح وغادي نشوفوا داكشي كامل اللي غادي نتعرفوا عليه في حينه. الى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله.